اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد من تليجراف مصر. بنتابع معاكم كل التطورات والاحداث في كافه المستويات السياسيه والرياضيه والاقتصاديه، مع حدث رياضي اليوم في اللحظات اللي بكلم حضراتكم فيها. تم الاتفاق اولا على تسميه الدوري المصري، الدوري نايل، باسم النسخه الحاليه باسم الراحل احمد رفعت. احمد رفعت هو لاعب مودرن سبورت الذي توفي اول امس بعد احداث طويله جدا وعصيبه جدا خلال ال 48 ساعه اللي فاتت. كان في كتير من الاحداث المرتبطه باحمد رفعت. احمد رفعت اذكركم بالواقع الاول عشان اقول لكم الجديد. احمد رفعت في اتهامات متبادله بتحمل المسؤوليه على كافه المستويات القرويه، يعني اتحاد كوره، وزاره شباب ورياضه، وكلاء لاعبين، او واحد من وكلاء اللاعبين في مصر، او احد اهم وكلاء اللاعبين في مصر بجانب اخرين. كل ده ملفات اتفتحت خلال ال 48 ساعه اللي فاتت عن اللاعب احمد رفعت الذي توفي اول امس بعد فتره او بعد فتره من التحسن من وقعة شهيرة كانت في 11 مارس 2024، كانت في رمضان أثناء لعب مباراة ما بين الاتحاد السكندري ومودرن سبورت، عندما سقط اللاعب في أرض الملعب بعد إصابته بتوقف عضلة القلب. اللاعب تعب وقتها في 11 سبتمبر وانتقل للمستشفى، ظل أسبوعين كاملين في المستشفى في غيبوبة تامة. بمعجزة يعني بمعجزة من الله نجح الأطباء في أنه يبدأ يستعيد وعيه ويستعيد جانب من لياقته البدنية، وبدأ يمارس حياته الطبيعية خلال الأسابيع القليلة الماضية بشكل معقول، وما كانش بيفصل كتير، كان بيستخدم جهاز لتنظيم نبضات القلب وكان بعد مشاهدته مباراة في مباراتي في أمم الأوروبية أصيب بوعكة صحية كبيرة، انتقل إسرائيل إلى المستشفى، توفي في خلال 3 ساعات تقريبا من وقعة تعبه. أحمد رفعت اللي توفي قبل أيام أثار جدل كبير جدا في المجال القروي في مصر، أثار جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أسباب. أولا زي ما احنا عارفين في مصر جماهير الكرة المصرية أكثر كثيرا من جماهير أي محتوى آخر، يعني الجماهير الرياضة أو مشجعي الرياضة في مصر بالملايين مش بالآلاف، يعني على اختلاف توجهاتهم الرياضية، لكن بيميزوا اللاعب الجيد، بيتعاطفوا مع اللاعب اللي عنده أزمة وضد اللاعب اللي بيخطأ أو اللي عنده مشكلة. فطول الوقت الرياضة في مرمى أعين الجمهور المصري. أحمد رفعت كان سبب إن الجمهور المصري كله يتحدث عنه خلال الساعات اللي فاتت. أحمد رفعت بما إنه توفي لأسباب حتى الآن غير معلومة، مش على الجانب الطبي، على الجانب النفسي. أحمد رفعت طلع في تصريح سابق ليه قبل أيام من وفاته، أو يعني تقريبا 7 أو 10 أيام من وفاته، قال في احد البرامج التلفزيونيه ان الوعكه الصحيه اللي تعرضت ليها اللي حصلت يوم 11 مارس 2024 اثناء مباراه اتحاد السكندري ومودرن سبورت كانت بسبب ضغوط نفسيه بتمارس عليه او مورست عليه من جانب اعضاء في الكره المصريه اصحاب نفوذ، هو لا الاشخاص مارسوا ضغوط عليه. ده كان مش كلامي، ده كان كلام الراحل احمد رفعت. هذه الكلمات بمجرد وفاته اثارت جدل كبير جدا، بدا اصابع الاتهام تتبادل ما بين كافه المسؤولين في الكره المصريه، ما بين النادي، ما بين وكيل اللاعبين، ما بين الاتحاد، ما بين الوزاره، كل ده. وبدا اصابع الاتهام تشير في الغالب. احمد رفعت اذكركم بس سريعا في حواره السابق قبل وفاته قال
ان المعلومات دي مش هيفصح عنها الا في الوقت المناسب، ولكن اشار ان في اشخاص على علاقه به ومقربين منه عندهم المعلومات الكامله. قال تحديدا اسمان، قال هيثم عرابي وهو مسؤول في نادي مودرن سبورتا الان، وقال نادر شوقي. نادر شوقي هو وكيل اللاعب احمد رفعت، هو وكيل عدد من النجوم الرياضه في مصر، وان كنت احمله بشكل مباشر مسؤوليه كبيره في واقعه احمد رفعت، ولكن نادر شوقي عنده سر المشكله او الضغوط النفسيه اللي مورست على احمد رفعت وادت لوعكته الصحيه في 11 مارس في ملعب الاتحاد، في ملعب الاتحاد السكندري في مواجهه ما بينه وما بين مودرن سبورت اللي حصل فيها توقف عضله القلب. الكلام ده اثار جدل كبير جدا، يبقى هنا اشار الى شخصين مسؤولين ذات نفوذ في الكره المصريه كانوا اسباب للازمه او مارسوا ضغوط نفسيه على احمد رفعت ادت لازمته الصحيه. مين الشخصين دول؟ ده كان السؤال الاصعب. بدات اصابع الاتهام تشير لشخص بشكل مباشر وهو احمد دياب، وهو مسؤول في الكره المصريه له نفوذ بحكم الاتحاد الكوره، فبالتالي بدات اصابع الاتهام تشير لاحمد دياب اللي طلع ونفى تماما هذا الحديث، وقال ان انا بل بالعكس انا كنت بدعم احمد رفعت طوال الوقت، علما بان ان احمد دياب كمسؤول كان عنده ازمه في مستحقات اللاعبين بعد الاستحواذ على نادي مودرن سبورت اللي هو كان في يوتشر مودرن. بعد الاستحواذ ده كان في ازمه مستحقات تقريبا ب 5 ملايين دولار لبعض اللاعبين، كان منهم احمد رفعت، وكان في تفاوض اعتقد كان جزء من الازمه. لا زال احمد دياب هو جزء من ازمه احمد رفعت. طيب العنصر الثاني ده رواد مواقع التواصل الاجتماعي اشاروا ليه بشكل مباشر وقالوا انه احمد شوبير. ليه قالوا ان احمد شوبير؟ هم بداوا يجمعوا، ده انا بتكلم هنا على لسان رواد التواصل الاجتماعي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بداوا يجمعوا فيديوهات لاحمد شوبير في حوارات سابقه مع اللاعب احمد رفعت. احمد رفعت كان في حوار سابق كان شوبير بيوجه له بعض الاسئله، كان بيقول له ان انت بتاخد منشطات، فاحمد رفعت كان بيرد عليه بيقول له انا ما باخدش منشطات، انا لاعب دولي وعارف انا بعمل ايه كويس، ما باخدش منشطات. فبعض الاسئله كان فيها نوع من انواع الاستفهام حول طبيعة تعامل أحمد رفعت مع الكرة المصرية من حيث المنشطات، من حيث التصرفات، فده كانت أسئلة أحمد شوبير بشكل مباشر. رواد التواصل الاجتماعي أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي جمعوا الفيديوهات دي لأحمد شوبير وبدأوا يشيروا بأصابع الاتهام إلى أحمد شوبير كسبب أو كأحد الأشخاص المتورطين في اسباب الضغوط النفسيه اللي حصلت للاعب احمد رفعت، واللي ادت بالطبع الى ازمه نفسيه تحولت لطبيه عندما توقفت عضله القلب في الملعب. احمد شوبير كان صامت خلال ال 48 ساعه لم يتحدث. امبارح مصطفى شوبير وهو حارس مرمى النادي الاهلي القلعه الحمراء وهو نجل احمد شوبير خرج ببوست نفى تماما علاقة والده بأزمة اللاعب أحمد رفعت، وقال إن أحمد شوبير ملوش علاقة بالموضوع من قريب ولا من بعيد. أنا بنفي الكلام ده، الكلام ده بيردده رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والكلام ده مش حقيقي، ده اللي قاله مصطفى شوبير امبارح. أحمد شوبير النهارده في برنامجه الإذاعي في بداية البرنامج قال استأذن الجمهور، انا ما كنتش حابب اتكلم في حاجه شخصيه، انا بنقل لكم كلام احمد شوبير نصا، انا ما كنتش حابب اتكلم في حاجه شخصيه ولكن كتير من الناس سالوني وقالوا لي رد. فقال احمد شوبير في بدايه البرنامج قال نصا اللي هيجيب سيرتي في ازمه احمد رفعت انا هرفع عليه قضيه. احمد شوبير بيتوعد اللي يجيب سيرته في أزمة أحمد رفعت إن هو أحد الأسباب
هرفع عليه قضيه وهقاضيه وهتخذ كافه الاجراءات القانونيه. احمد شوبير استكمل برنامجه بشكل عادي جدا بعد هذه الكلمات المقتضبه في ازمه احمد رفعت. احمد شوبير ما ردش على الاتهامات او على اصابع الاتهام اللي بتشير ليه، ولكن قال اللي هيجيب سيرتي هرفع عليه قضيه. ده يضع علامه استفهام ايضا، هل احمد شوبير لا يمتلك الرد على الازمه، ولا هو عنده الرد ومتحفظ وقال انا هلجأ للقضاء او القانون لاتخاذ حقي في اللي يجيب سيرتي، سواء لان ده بيخضع لقضيه تشهير. نرجع تاني لورا شويه نفكركم لايقونه او لاحمد رفعت اللي اثار الحديث عنه جدل رياضي كبير خلال الساعات اللي فاتت، تقريبا 48 ساعه لم يهدأ الحديث عن احمد رفعت ما بين اتحاد الكره، ما بين مسؤولين في الكره المصريه، ما بين وكيل اللاعبين او وكيل اللاعب احمد رفعت نادر شوقي، ما بين وزاره الشباب والرياضه. احمد رفعت توفي قبل 48 ساعه بسبب مفاجئ، هرجعكم شويه للحدث نفسه. احمد رفعت كان بيتفرج على ماتش الاتحاد الاوروبي، ماتش القمم الاوروبيه، اتفرج على ماتشين، بعد كده روح البيت كلم والدته وقال لها اتكلم معاه، سالته على انه ليه ما استخدمش جهاز تنظيم نبضات القلب، قال لها هستخدمه حاضر، طلب منها بعض انواع الفاكهه اللي بيحبها واستراح على الكنبه الخاصه به في منزله في التجمع الخامس او في التجمع. بعد كده والدته رجعت البيت لقيته ملقي على الكنبه، حاولت تنادي عليه مره اتنين تلاته ما بيردش، نادت على اخوه قالت له الحقني. اخوه اتصل بالدكتور احمد اشرف الطبيب المعالج لاحمد رفعت. احمد اشرف قال لهم انقلوه فورا باسرع وقت الى اقرب مستشفى، وهي مستشفى في منطقه التجمع. المستشفى اتنقل ليها احمد رفعت تقريبا بعد 45 دقيقه من تعبه. استمر في المستشفى تقريبا ساعتين في محاولات لإنعاش القلب بكافة الطرق، لكن كان قد توفى. بعد توفى أحمد رفعت، هنا أنا بحكي لكم اللي حصل في الساعات أو في اللحظات الأخيرة لوفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت. تمام، ده اللي حصل. بمجرد وفاته بدأ الحديث يتداول ما بين اتهامات تشير للمسؤولين وما بين اتحاد الكرة. احمد دياب طلع ونفى الاتهامات الموجهه ليه. النهارده الاصداء لا زالت مستمره، صباح اليوم او مساء امس او فجر اليوم تحديدا، مالك نادي مودرن سبورت وليد دعبس قال اتكلم عن احمد رفعت، وقال وجه كلام لابراهيم فايق الاعلامي اللي استضاف عمل حلقه تحديدا عن احمد رفعت، حاول خلالها انه يرصد الاطراف سواء نادر شوقي او بعض المسؤولين في اتحاد الكره من خلال كشف ملابسات الواقع ومين المقصر في ازمه احمد رفعت. دي محاوله من ابراهيم فايق، فوجه له الكلام وقال له فيما معناه ان انت بتعمل بروباجندا وانت ما مسكتش الحقيقه. ده كلام وليد دعبس. وليد دعبس هو مالك نادي مودرن سبورت. وليد دعبس عايز اقول لحضراتكم برضو لما هاجي احمل مسؤوليه في ازمه احمد رفعت هيتحملها اطراف متعدده، تبدا من اتحاد الكره المصريه تنتهي عند وكيل اللاعب احمد رفعت. ازمات احمد رفعت في الفتره اللي فاتت او في الوعكه الصحيه او الازمات النفسيه اللي تعرض ليها احمد رفعت بتبدا من اتحاد الكره اللي ما شافش الاوراق بتاع احمد رفعت وشاف الاجراءات، وده اللي خلى وزاره الشباب والرياضه امبارح تشكل لجنتين، لجنه عليا تكون مسؤوليتها بحث اوراق اللاعب احمد رفعت وسبب تعطل سفره. احمد رفعت كان بيستعد للسفر الى مستشفى ليفربول لمتابعه عمليه العلاج وبعض واجراء بعض التحاليل في مستشفى الماني اخر، فهنا كان في تاخر في متابعه علاجه. مسؤوليه ده بتقع على اتحاد الكره المصريه وعلى وزاره الشباب اللي شكلت لجنه. اللجنه الثانيه اللي شكلتها وزاره الشباب والرياضه تختص بدراسه الملفات والاوراق اللي موجوده في مودرن سبورت. طيب دي جزئيه، يبقى احنا هنا بنتكلم عن الاطراف المتورطه
او اللي تشير لها اصابع الاتهام فعليا في ازمه احمد رفعت تبدا من وزاره الشباب والرياضه، من اتحاد الكره المصريه، النادي بتاعه اللي هو ملكه وليد دعبس اللي بيتحدث اليوم كنت فين لما اللاعب تعب لحد النهارده ما شفتش اوراقه ومتاخراته ليه، ما شفتش مشكله ازمته الصحيه ايه، ما صفرتوش مستشفى ليفربول ليه، ما استعجلتش الاجراءات مع اتحاد الكره ليه، ما استعجلتش الاجراءات مع وزاره الشباب والرياضه ليه، قول لي مخاطباتك لوزاره الشباب والرياضه عن احمد رفعت كان فيها ايه؟ يعني اخر مخاطبه ليك كوليد دعبس كمالك لنادي مودرن سبورت، اخر مخاطبه ليك بخصوص احمد رفعت امتى؟ حضرتك رحت شفته امتى بعد ما تعب وبدا يشفى ويمارس حياته؟ يعني حضرتك خدت اجراءاتك ان انت تسفره، هل الاجراء بيتوقف على الجانب المادي فقط ولا بيتوقف ليه اجراءات اخرى في جانب قانوني في جانب مع الدوله بيخلص في اجراءات لازم تخلص حضرتك ما كنتش موجود فيها يا مالك نادي مودرن سبورت؟ هيثم عرابي وهو احد المسؤولين في النادي اللي عنده السر هو لحد النهارده ما اتكلمش عن الواقع عن الضغوط النفسيه اللي كان بتمارس على احمد رفعت قبل وفاته واللي ادت لوعكته الصحيه. هنا انا بتكلم عن مودرن سبورت كنادي يمتلك لاعب او متعاقد مع لاعب عنده ازمه صحيه ما عالجوش او قصر في علاجه، هناك اصابع او اتهام بالتقصير تجاه اللاعب احمد رفعت موجهه الى نادي مودرن سبورت من اول رئيس النادي او مالك النادي اللي هو الاستاذ وليد دعبس وصولا الى المسؤولين التنفيذيين واللي منهم هيثم عرابي في مودرن سبورت. طيب ده اتهام بالتقصير بشكل مباشر في ازمه علاج اللاعب احمد رفعت. طيب اتحاد الكره عنده اتهام بالتقصير انه ما تابعش الملف، وزاره الشباب ايضا عندها اتهام بالتقصير ان ما واجهش الملف. الاشخاص التي تشير لهم اصابع الاتهام بملفات اخرى زي احمد دياب هو رد عليها، احمد شوبير قال اللي هيجيب اسمي هبدا اقاضيه. هنا دي كلها اصابع الاتهام بتشير دي لكل الاطراف. طيب في طرف مهم جدا وهو كان بيحاول يبرئ نفسه طول الوقت خلال 48 ساعه وهو نادر شوقي. نادر شوقي يتحمل جزء ووزر كبير في ازمه اللاعب احمد رفعت لانه كوكيل له للاعب احمد رفعت، وبعتذر ان احمد نادر شوقي بعتذر نادر شوقي وكيل لاعبين كبار في الكره المصريه، يعني ملم بكافه التفاصيل. ازاي ما قلتلوش ان انت عندك مشكله قانونيه مثلا تحيل دون رجوعك لمصر او تحيل دون سفرك بره، ما عالجتش الازمه دي ليه من البدايه؟ حضرتك اشرت ان انت تعبان ومتضايق كوكيل للاعب وحزين على اللي حصل، وبدات في حديثك تشير الى اتهامات لاخرين دون توضيح، ولكن حضرتك كوكيل للاعب اكثر قربا له وبالنصيحه واكثر معلوماتا عن الاجراءات القانونيه والتفاصيل الخاصه بالاجراءات في مصر، فحضرتك كنت فين؟ ما نبهتش اللاعب ليه؟ هل حضرتك نسيت؟ ده كلامي لوكيل اللاعبين نادر شوقي اللي هو كان وكيل عماد متعب، كان وكيل لاعبين كبار جدا في نجوم من الكره المصريه في الانديه المصريه. وفي الاخر احمد رفعت توفي بسبب تقصير من جانب عده اطراف تبدا من وزاره الشباب والرياضه وصولا الى وكيل اللاعب. ففي الاخر دم متفرق ما بين القبائل وبدا الموضوع هيبقى اتهامات. اللجنه هتتوصل ليه؟ هتتوصل ان في تقصير وسنعاقب عليه. ولكن احنا فقدنا كمصريين لاعب من طراز فريد احمد رفعت حقق 46 هدف خلال مشاركته الكرويه. احمد رفعت توفي وهو شاب بلغ من عمره 31 عاما فقط. بالمناسبه يوم 20 يونيو هو عيد ميلاد احمد رفعت، احتفل به قبل وفاته تقريبا ب 16 او 17 يوم لا يزيد عن ذلك. فقدنا لاعب شاب كان بيحلم انه يكمل حياته كلاعب. في تصريحات ليه كان بيقول كان نفسي اقرر تجربه اريكسون، اللاعب الدنماركي اللي تعرض لنفس الوعكه الصحيه اللي تعرض ليها
احمد رفعت في الملعب توقف عضلة القلب، ولكن الدنماركي يمارس عمله الان، يمارس مهنته، يمارس رياضته المحببه او المفضله، بيمارس هوايته، بيلعب في الانديه الدنماركيه حتى الان ده، لان عندهم مسؤولين على قدر من المسؤوليه، بدايه من وكلاء لاعبين وصولا الى اتحاد ووزاره شباب ورياضه او مسؤول عن الرياضه. هنا الجانب اللي بيوضح الفجوه فين، لاعب دنماركي ولاعب مصري، الاثنين تعرضوا لنفس الضغوط او نفس الاسباب الصحيه، واحد نجا طبعا دي قدره ربنا، مش قصدي، بس الفكره مرتبطه بفكره مراعاه وعدم مراعاه، اهتمام ومسؤوليه وتقصير. فاحنا هنا اللاعب من شهر 3 لحد النهارده 3 شهور 4 شهور، احنا دخلنا في 4 شهور، يعني الواقعه يوم 11 مارس 2024، النهارده 8 يوليو 2024، 3 شهور الا 3 ايام. حضرتك كنت فين صحيا وطبيا؟ ولا لازم يكون في توجيه من جهه سياديه يقول لك حضرتك صفر اللاعب، يقول لك حضرتك بص على ملف اللاعب؟ انا مش فاهم اتحاد الكره كان فين ووزاره الشباب والرياضه كانت فين. دي نقطه، انا هنا بديك المقارنه ما بين لاعبين تعرضوا لنفس الازمه، واحد توفي بسبب تقصير واخر مستمر في اداء مهامه الرياضيه ونجاحاته بسبب اهتمام ومسؤوليه تجاهه. طيب نرجع لاحمد رفعت، احمد رفعت حقق في نادي مودرن سبورت اللي بيرقصه او مالكه وليد دعبس، حقق خلال مشاركته 11 هدف في 3 سنين، حقق 11 اسيستن او 11 تمريره احرزت اهداف، يعني تقدر تقول انه صنع 11 هدف اخر، يعني تقدر تقول ان رصيده في مودرن سبورت لوحده 22 هدف، انا هجمعهم مع بعض لان هو حقق 11 بقدمه و11 اخرين هو اللي صنعهم بقدمه ايضا، فهو 22 هدف ساهم وعملهم احمد رفعت. فنادي مودرن سبورت رئيسه وليد دعبس، حضرتك ما عملتش واجباتك كمالك لنادي تجاه احمد رفعت. طيب احمد رفعت اللي كان بيحتفل بعيد ميلاده قبل وفاته ب 17 يوم او 16 يوم، لعب في 6 انديه مصريه منهم الزمالك، اللي النهارده طبعا رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور بيقول انه عامل عزاء على نفقاته الشخصيه في الحمديه الشاذليه للاعب احمد رفعت. طب يا معالي المستشار مرتضى منصور، كان بدري شويه ممكن تتكلم، حضرتك صوتك بيتسمع في كل مكان، السوشيال ميديا بتتابع بشكل كبير جدا كلامك، ما تكلمش ليه عن ازمه احمد رفعت قبل وفاته من ازمته الصحيه على 3 شهور؟ فهنا بنتكلم عن ازمه احمد رفعت. تاني بفكركم بالارقام اللي حققها احمد رفعت، احمد رفعت في مودرن سبورت 3 سنين حقق 11 هدف، ساهم في 11 هدف ايضا صنعهم، وعلى مدار تاريخه الكروي حقق 46 هدف وصنع 44 تمريره ناجحه انها تحقق اهداف، تمريره حاسمه صنعت اهداف. الارقام دي من واقع البيانات اللي طالعه عن اللاعب احمد رفعت. احمد رفعت اعتقد ان جماهير الكره المصريه كلها حزينه عليه وبيقولوا ان احنا خسرنا لاعب مهم بسبب تقصير العديد من المسؤولين، مش احمد شوبير ومش احمد دياب ومش وزير الشباب والرياضه ومش اتحاد الكوره، احمد دياب هو كان مسؤول في اتحاد الكوره عذرا، ومش نادي مودرن سبورت، الكره المصريه كلها، المنظومه كلها مسؤوله عن وفاه احمد رفعت. وداعا احمد رفعت، تابعونا في لايف جديد من تليجراف مصر.